لي الشاك قبل شي الاخ ايوب الراي ديالك في مقاله السيد عمر. بسم الله نشكر السي يونس الذي دار معنا هذا الحوار. البارح كنا مريحين في القهوه مريحين، عبد العالي قال لي هذيك اللعيبه، قال لي مع من تلعب، قلت لي على درت لي بحال هكا زعما معاكم فهمتي، ويقول لي وقلت له باش تعرفوا مخلوط، قال لي قلت لميلودا تيران البارح هو زعما ما عارفش البارح زعما ما عارفش، قال لي قلت لميلود البارح سون، قلت ليه واش يلعب معنا ايوب، قال لي لا من زمان عبد العالي بحال هو مسيح مني، وخلي الكلمه الصديق ديالي والله هاد السيد مريض ومعقد وفي العياقه، والبارح مريحين في القهوه انا وعزيز هو اللور الحلوه قدامنا، قلت ليه ايوب اليوسف الى منكش ويدي لي بفمه بوجهها، ما قلتش يقول لي هادو، قال لي ها شو هو دار الحلوه، قلت لي هذا راه غيجي عندكم، قال لي لا كنت نتفرج انا في ميلود وانا نقول لي راه ايوب صافي راه غيجي، ويقول لي لا راه عندنا الدراري بزاف وقمعوا السيد هو يخلي القهوه ونافش يطلع معنا. اش دارك في هذا الكلام اللي قال اخا عمر؟ هذا والله تا اقسم حيت البارح حيت نهار السبت امسي حمش الاولمبي فاز، هو كان باغي يمشي للفرح، هو اخر الكلام ديالي وديما اولمبيك البيضاوي، انا باغي يمشي للفرح ومشي جا قال لي مصطفى شحال هذا اولمبيك البيضاوي وديما اولمبيك البيضاوي وديما اولمبيك البيضاوي الجمهور الجمهور حول القاره ديال ايوب الذهب للفريق سميتو. لا الصراحه الا كان غيدير بحال ما هكا ما عرفتش لا ما هو يخلي يشتري انا وصحابه والدراري يمشي يلعب مع فرق اخر، شي الفرقه والله يجعلها واخا تكون تبقى هي الاخر ما دير حتى ماتش، ولكن يبقى مع الدراري نصفر مع الدراري العام الاول العام الثاني العام الثالث ومشي حتى شي فرق اخر هذا الراي ديالو، ولكن هذا الراي ديال احد المشجعين. ويا معدن ما ديما اولمبيك البيضاوي وبغينا السيد يبقى معنا فهمتي ونسبه بالو هاي نقدو بالبال. باش نقول لك ديما اولمبيك البيضاوي المنتخب احنا عن المنتخب تاع الوداديه احنا عن نديرو جهدنا باش نديرو جهد.